هنمشي وين؟ أنا ما عارفة وما سامعة، لكن خلونا نشوف المادة، نشاهد المادة القادمة كلية الإمام الهادي. قمنا نحن في الكلية بزيارات ميدانية لبعض المناطق ابتداء من الجماير كأقرب منطقة لنا، والمندوبين مننا كانوا في مناطق تانية، والخريجين والأساتذة في حيثما كانوا متواصلين معنا وبدون إفادات وتقارير عن المناطق، مثل أساتذة من الكلية في توتي وفي غيره وفي كلاكلة وهكذا. اللي قمنا به هو لحد الآن مثلا مشينا لمناطق لقينا إنه الدمار كما عكسوا الإعلام حاجة صعبة، ومما لفت نظري ورسخ في ذهني ما قدر أنساه إنه ناس في حالة فقدان البيوت وفي حالة النكبة، وقلت لهم أكثر حاجة أنتم محتاجين لها شنو؟ قال لي التراب التراب التراب. فكان تعبير بليغ في انه الناس بتكون في اولويات في وقتها هي اللي بتكون مطلوبه. والان يعني نحن بصدد تسيير هذه الغافله التي تحتوي على مواد عينيه ومواد يعني ايوائيه ومواد اغاثيه غذائيه ورش رزازي تحوطا للأمراض التي قد تنجم من آثار سيول الفيضانات الحادثة الآن. والأهم من ذلك كله الآن نحن وحدنا القناة، قناة جمع التبرعات هنا في كلية الإمام الهادي، وكانت تبرعات نقدية أو تبرعات عينية. الكلية عندها رسالة اجتماعية، حتى لو ما كان في أحداث يعني بالحجم الخسارة اللي حصلت بالنسبة للفيضان والسيول، هناك مبادرات ثابتة بالنسبة لكلية الإمام الهادي مع التعاون مع مركز الإمام طرفان ثلاثة التوثيق، بالنسبة للضحايا، بالنسبة لرمضان، بالنسبة حتى الفطور، بالنسبة لإصحاح البيئة. يعني الكلية عندها دور كبير جدا، والحمد لله حتى طلبت وطالبات كلية الإمام الهادي بمواقع مختلفة عندهم يعني تحرك إيجابي نحو المجتمع، وعندنا رابطة خريجين كلية الإمام الهادي، الرابطة دي بتقوم بدور كبير جدا. والآن بالنسبة للكورونا، بالنسبة للفيضانات، ما شاء الله يعني اجتهد اجتهاد كبير جدا في المناطق المختلفة، بالنسبة للكمامات، بالنسبة للمعقمات، بالنسبة لكل الأدوات، بالنسبة للاحترازات الوقائية، بالنسبة للأمراض والوضع الصحي الراهن. أما بالنسبة للموضوع السيول والفيضانات، زي ما أنا قلت إنه ده امتداد لدور الكلية الإمام الهادي نحو المسؤولية المجتمعية، والحمد لله يعني تم حصر عن طريق شؤون طلاب شؤون الطلاب تم حصر المتضررين، ومشينا قضينا كل المناطق المتضررة، وعندنا إفادات كاملة بالأسر وبالاحتياجات. والحمد لله حسنا إحنا فاتحين المبادرات دي بكل الجهات المهتمة بقطاع المجتمع المختلف.